الله الرحمن الرحيم. أسأل سيادتك في عرض منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. تم تنفيذ المنظومة يا فندم بناء على توجيهات سيادتكم بشأن التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، استرداد أراضي الدولة وحوكمة التعدي عليها، التغلب على مشكلة تعدد مصادر البيانات المكانية مما يعيق خطط التنمية للدولة، تكامل البيانات الحكومية والمكانية من خلال منظومة رقمية وإتاحتها أمام متخذ القرار. المنظومة يا فندم بتهدف إلى سيطرة الدولة على ثرواتها وحماية أراضيها، سرعة اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية، وترشيد الإنفاق الحكومي. إمكانيات المنظومة يا فندم: توفير منصات الصور الأقمار الصناعية بقدرة تحليلية مكانية مختلفة لمتابعة ورصد جميع المتغيرات على الأرض بكامل أنحاء الجمهورية، إتاحة خرائط الأساس بمقياس رسم 1:2500، ودي أول مرة يا فندم تنتج في مصر، لتوفير البيئة المناسبة لتوحيد وتكامل البيانات الحكومية، إتاحة خرائط رقمية ذات مقياس رسم مختلفة للمساهمة في خطط التنمية للدولة، المساعدة في التخطيط الاستراتيجي للدولة. من نتائج وأهم نتائج المنظومة يا فندم: إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والذي يعمل طبقا لقانون 144 لعام 2017 للمساهمة في دور التقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الجمهورية وحوكمة التعدي عليها، ويقوم بالربط مع المحافظات. إنشاء المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، ويقوم بالربط مع جميع الجهات والمركز التبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المنظومة يا فندم تم تصميمها طبقا لأحدث التقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الحاسب الآلي. أمام سيادتك المنصة الإلكترونية للمنظومة، واللي بتكون شريط الأساس من دعم اتخاذ القرار، وبيختص ببيانات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. قبل تنفيذ المنظومة يا فندم، كان كل جهة في الدولة لها خرائطها الخاصة وبياناتها ونظامها الجغرافية الخاصة بها، وكان صعب إن احنا نكامل البيانات. أنتجنا خريطة رقمية لتوحيد البيانات لسهولة اتخاذ القرار والتكامل مع الجهات الأخرى. مؤشرات الأداء العام، وده يا فندم بيختص بجميع البيانات في المحافظات، موقعة على خريطة الأساس 2500، وبتتيح للمحافظة توقيع كل بيانات المحافظة وتكون دقيقة وبدقة عالية. المنصة الجغرافية، ودي بتضم يا فندم منصات صور أقمار صناعية بقدرات تحليلية مكانية مختلفة، وخرائط رقمية ابتداء من 1 لمليون، 1 ل100 ألف، وحتى خريطة الأساس 1 ل2500. التخطيط الاستراتيجي، وده يا فندم بيختص بخطط الدولة المستقبلية من حيث الاستثمارات، إنشاء الطرق، المدن الجديدة، التدريب والتأهيل، وبما يعود على الدولة بالنفع وتوفير حياة كريمة للمواطن. من أهم إمكانيات المنظومة يا فندم هو إتاحة الصور الأقمار الصناعية، واللي استفادت منها جهات عديدة بالدولة، وهي حققت لنا يا فندم هدفين رئيسيين. الهدف الأول إن أنا بتابع أي مشروع بيتم تنفيذه على أرض الدولة، والهدف الثاني رصد أي متغير خلال 24 ساعة طول أيام الأسبوع، طول أيام السنة. وإحنا اخترنا بعض الأمثلة نعرضها على سيادتك النهاردة. متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية، وبمناسبة تشريف سيادتك لمحافظة الأسكندرية، اخترنا مشروع تم تنفيذه بمحافظة الأسكندرية، هو مشروع مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض. ده موقع المشروع يا فندم بتاريخ 5/2/2019، رصدنا في 20/11/2019 تم تنفيذ عدد 3 مبنى خرساني، وتنفيذ الأساسات للمبنى الرئيسي للمسجد، وتجهيز الموقع العام لأعمال اللاندسكيب والطرق.